اهلا بكم اعزائي طلاب الصف الثاني ثانوي. النهارده هناخد درس تدريبات على النداء واغراضه البلاغيه. السؤال بيقول: اذكر الغرض البلاغي لكل من الجمل الاتيه. واحد: يا ليتني كنت ترابا. يكون هنا الغرض البلاغي من النداء هو التحسر والتوقع. اتنين: يا شجاع اقدم. هيكون هنا الغرض البلاغي من النداء هو الإغراء. ثلاثة: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يكون هنا الغرض البلاغي من النداء هو التنبيه. تبقى الإجابات: واحد التحسر والتوقع، اثنين الإغراء، ثلاثة التنبيه. كده تكون انتهت حلقة النهاردة. شكرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.